شكرا للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الكلمة الطيبة الشاملة والمتميزة والتي حظيت بإعجاب الجميع لاحتوائها على كل ما يطمح إليه المسلمون اليوم من تجديد في الفكر وتجديد في كل ما يمس حياتهم، والدعوة الصريحة منه إلى أن تعمل الأمة حتى تتفوق على كل الأمم الأخرى، وهذا ما تهدف إليه دعوة الإسلام. شكرا له على هذا التطواف بنا في كل المجالات، وشكرا لشيخ الأزهر الذي بدأ هذه الدعوة ونادى إليها بصوت أسمعه إلى الجميع. الله تبارك وتعالى يتولى توفيقنا لنصرة هذا النداء إن شاء الله. كل الدول الإسلامية والإفريقية والدول الإفريقية المسلمة كلها كانت منتظرة لتسمع مثل هذا النداء، وقد سمعته، وإن شاء الله لم يبقى إلا الإجابة وهي مجيبة بإذن الله.